تحية سام عام جروب، وماذا نتوقع لسام عام جروب؟ سام عام جروب نازل وكل شوية بيتعمق في جراحه، ودي حاجة غريبة أوي. نازل من الموجة التالتة، طلعنا صححنا عملنا موجة رابعة، وحاليا أعتقد إن احنا نهينا التصحيح عند المستويات دي، وعملنا موجة دفاعية وعملنا تصحيح ليها على شكل A B، وما زلنا في C ونتوقع الصعود. ولكن شريطة إعادة الاختبار مرة تانية، يعني إيه؟ يعني أنا عايز بمنتهى البساطة، عايز صعود، انزل عيد اختبار، بعد كده اخش للشبه، لان انا قريب قوي من مناطق طلب قوي جدا، هي المناطق عند مستوى 38 قرش للمستويات ال 34 قرش، ودي مناطق مهمه جدا جدا. كمان احنا بدا يحصل زخم بيع ضعيف، وعندنا شمعه فوليوم هنا اللي كنا نصحنا، بس قلنا نستنى تتكسر ونشوف عدد الاختبار. الشمعه ما اتكسرتش واتكسرت للاسفل، فما زلنا ننتظر ردة فعل من عامر جروب، وعامر جروب لن يعطي لنا حتى الآن إشارة دخول، وما زلنا قريبين من مستويات ال 34 قرش لحد مستويات 38 قرش. أنا فاهم إن الناس كلها مهتمة بالسهم ده، لأن السهم ده أهدافه أول هدف ليه يكون 1.5 جنيه، فالناس كلها مهتمة، خصوصا إنها صفقة مربحة، ولكن السهم ما زال تقيل، والسهم ما زال لن يعطي إشارة للدخول، رغم إن إحنا في أماكن جيدة جدا جدا، لكن إحنا عمرنا ما هنشتري من غير ما يكون في ردة فعل واضحة وعدت اختبار ليها، وبالتالي نستهدف صفقات الشراء، خصوصا ان انا لو حتى اعتبرت دي الموجة الاولى من الانعكاس، فانا التصحيح بتاعي لسه يعني كل شوية بيبقى اعمق. والمهم بالنسبة لي ان ما يكسبش، يعني انا بالنسبة لي الرأي اللي هو 33 قرش ده ما ينكسبش، بل احنا كسرنا مستوى 78 فيه، وده مقلق، وده اللي مقلق بشكل كبير قوي. وما زلنا نشوف هل هنكسر مستوى ال 33 قرش ونعمل قاع جديد، خصوصا ان احنا في قناة سعرية هابطة، ولكن صعب جدا نكسر الدعم ده. ولكن حتى لو كسرنا الدعم ده، اعتقد ان السعر يرتد بسرعة منه. خلينا نشوف، ما نسبقش الاحداث، بالتوفيق.